اكشن اكشن. بقول لك هوبا رجعنا لكم كهندس فرع بيسر هيوريكم زي ما وعدتك بالجديد والجديد شديد. تعالى زي ما قلت لك جديد شديد بقى ايه؟ يبقى دمار في الاسعار. جديد وعلى قد ايده. ركز معايا في اللي جاي والمفاجات اللي جاي بعد اذنك. يلا يا وحش. عايزك تركز معايا. جايب لك ترنج النهارده طالع قطع لسه جاي طازه. الله يبارك لك. لسه ايه؟ طازه. لسه جاي طازه وركز معايا. جاي الكنترول على طول. تعالى لي. بقول لك شو لسه جاي طازه بكميات يا وحش. يلا. جاي لك بايه؟ بكميات. الكميات يا عم مصطفى. خش عليا. تشكيله بكميات ابتداء من 85 جنيه. بص الكميات الكميات يا وحش. كام يا وحش؟ قلت لك بدايه من 85 جنيه بتجري على الارض وطلع على عرض فرع فيصل عاملك مفاجات. يلا يا وحش يلا شغال. عاملك مفاجات ترندات بعد اذنك. الله يبارك لك يا عم مصطفى. بقى انا همشي معاك بايه؟ تعالى لي. همشي معاك بالحته دي اسمها الليل ايه؟ تعالى لي. الليل واخره. ركز معايا في ترنج طلب قطع اقول لك ب 100 جنيه. بكام؟ ترنج طلب قطع اقول لك انت حكايتك فوق الحكايه النهارده. اقول لك ب 100 جنيه. تعالى لي يا وحش تعالى لي. عايز بقى تلبسه شورت شغال. أيوة. عايز تلبسه بنطلون شغال. ايوه سنغال. واهم حاجه الفاصل بيني وبينك ايه؟ الغساله. الغساله. الله يبارك لك. ركز معايا. تعالى لازم اركز يا وحش. يا يلا الناس كلها تتجمع معايا بسرعه. الصاروخ مصطفى بيدمر في قسم الملابس وحكايتك حكايه عم مصطفى. يا صاحبي انت حكايتك فوق الحكايه. بقول لك ب 100 جنيه. الله يبارك لك. ده التيشيرت لوحده ب 100 جنيه. التيشيرت لوحده ب 100 والله. التيشيرت لوحده بكام؟ ب 100. التيشيرت لوحده ب 100 جنيه والله العظيم. ركز معايا في الدلع ده. الله يبارك لك يا وحش. ده الشرنج ثلاث قطع ب 100 جنيه. ثلاث قطع ب 100. ثلاث قطع ب 100 جنيه. ده انت حكايتك فوق الحكايه. ثلاث قطع ب 100 جنيه وابدا ركز معايا في العرض ده. يلا يا وحش خش عليا. شوف اشكالك عامله ازاي. ركز معايا يا عم احمد. جايب لك ترنج بكام؟ حكايتك حكايه ب 100 يا وحش ب 100. يا لهوي. ايه يا عم بقول لك ب 100 جنيه. يا لهوي على الدلع والحكايات. بص بقول لك ب 100 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. بص على الخامه اهي. تعالى لي. بص على الخامه. احكم على الخامه بنفسك يا وحش. تعالى لي. تعالى لي. بقول لك ب 100 جنيه. 100 ب 100 ب 100 ب 100 فيصل وصل للعالميه. بقول لك ب 100 جنيه. يلا يا وحش. بقول لك بكام؟ ب 100. هات اللون التاني بتاعه بعد اذنك. تعالى ركز معايا في ايه؟ تعالى لي. ركز معايا في الموديل التاني والشكل التاني. تعالى لي تعالى لي. بقول لك بكام يا وحش؟ تعالى لي. يا لهوي. تعالى يا عم احمد. تعالى يا عم احمد. تعالى لازم اجي لك. بص شايف الدلع عامل ازاي؟ بص الدلع. بقول لك ب 100 جنيه. بص الدلع. بقول لك بكام يا وحش؟ ب 100 يا وحش. بقول لك ب 100 جنيه. يا لهوي على الدلع. جايب لك شويه ده التيشيرت الواحد يا ابو عم مصطفى ب 100 جنيه. بص بقى الشرطايه الرايقه والبنطلون الرايق عامل ازاي؟ ايه يا عم احمد ده؟ يا لهوي يا لهوي. قال لك يا لهوي يا مستوى. دمار في فرع الملابس يا وحش. بقول لك بكام؟ بكام؟ بقول لك ب 100 جنيه. ب 100. بكام يا وحش؟ 100. بقول لك ب 100 جنيه اجري على الارض وروح على عرض من داخل فرع فيسا 53 شارع 30 تقاطع ال 20. جايب لك شويه ترندات. بقول لك ب 100 جنيه ترنج الثلاث. يلا يا وحش الله يبارك لك. الترنج الثلاث قطع بكام؟ بكام يا وحش؟ بقول لك ب 100 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. قال لك ملوفه ايه؟ ملوفه لف الجاتوه. شايف الكلام المستورد عامل ازاي؟ انت حكايتك حكايه يا عم مصطفى. شايف الكلام المستورد عامل ازاي؟ الله يبارك لك. ركز معايا في ايه؟ الله يبارك لك. خش عليا على طول. ركز معايا في ايه يا وحش؟ في المستورد. بص الحته دي حكايه والله. بص دلع. الحته دي دلع. دلع. الحته دي حكايه. دلع يا وحش. بقول لك يا ابني الترنج لوحده ب 100 جنيه. يا لهوي. بقول لك الترنج لوحده ب 100 جنيه. ب 100. بقول لك التيشيرت لوحده ب 100 جنيه. ب 100 يا وحش. ب 100. بقول لك ب 100 ب 100 ب 100 ب 100. فيصل وصل للعالميه. تعالى لي. ثلاث قطع ب 100 جنيه. الله يبارك لك. حلو صح؟ والله دلع. دلع. دلع يا وحش دلع. بقول لك بكام؟ ب 100. بقول لك ب 100 جنيه. تعالى لي. بقول لك بكام يا وحش؟ ب 100. بص بقى البنطلون الرايق. ولا بص الشرطيه الرايقه. يا لهوي يا لهوي. ايه يا عم دلع دلع. اللي انت عامله ده. الله يبارك لك. بقول لك بكام يا وحش؟ خش على طول دمر اسعارك يا عم مصطفى. بيقول لك ب 100. بقول لك ب 100 جنيه. وحكايتك حكايه. يبقى كده معاك ترنج ثلاث قطع. بقول لك ب 100 جنيه. تعالى لي. ترنج ثلاث قطع حريمي. بقول لك ب 100 جنيه. تعالى لي تعالى لي. الله يبارك لك يا وحش. انا بدات لك باعلى واحد ب 100 جنيه. كمان؟ ده لسه هنزل معاك وهنزل تاني وهنزل تالت. وركز معايا في اللي جاي. بقول لك الترنج الثلاث قطع ب 100 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. بقول لك الترنج الثلاث قطع بكام؟ ب 100. بقول لك ب 100 جنيه. تعالى لي. خش بقى. بص يا نهار ابيض. ايوه. بص شايف اللون؟ بص الدلع. هوريك. بص يا عم احمد الخامه. أيوة. والشكل والفيصل اللي بيني وبينك الخامه. الغساله. الغساله. تعالى لي. بص بص الغسالة. شايف الدلع؟ عايزك تركز معايا في ايه؟ في الدلع. في الدلع. اضرب اضرب. عايزك تركز معايا في ايه؟ عايزك تركز معايا في الدلع. بقول لك اضرب. خليني ايه؟ اتوب. خليني اتوب. تعالى لي. خليني ايه؟ اتوب. خليني اتوب. لازم. شايف الدلع عامل ازاي؟ تعالى لي يا وحش. تعالى لي. شايف الدلع عامل ازاي؟ الله يبارك لك. بقول لك ب 100 جنيه. اضرب ب 100 على طول. اضرب يا وحش.
بمية جنيه بمية 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 على طول. الرايقة دي عاملة ازاي يا خرابي؟ بقول لك بمية جنيه. الله يبارك لك. بقول لك بص الحتة الدلع الرايق دي تعالالي. بقول لك بكام؟ تعالالي. بقول لك بمية جنيه. الله يبارك لك. بقول لك بكام يا وحش؟ بمية يا وحش. هوريك دلوقتي رسمة حكايتها حكاية هتخطف القلب. انت جمع الناس، عايز مشاركتك كومنتاتك لايكاتك مشاركتك لايكاتك حكاياتك رواياتك في فرع فيصل. من داخل فرع فيصل. يلا بقول لك ايه، تعالى لي هعمل لك زلزال. يلا هعمل لك زلزال. اعمل يا وحش. هعمل لك زلزال. هعمل لك ايه زلزال على طول. هعمل لك زلزال. ادي اول واحد في وشه وعامل مشاركه. ادي اول واحد بقول لك ايه يا وحش. بقول لك مبروك. بقول لك ايه، بقول لك مبروك. بقول لك مبروك مبروك مبروك. مين تاني؟ مين تاني يعمل مشاركة؟ أي حد عامل لايكات وقع كده لايكاتك 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 وركز معايا في اللي جاي. بقولك واعمل شير يا وحش واكتب فيصل هو هو زي ما هو تكسب معايا على طول. على طول يا وحش. ركز معايا يا مصطفى. يلا ركز معايا في الحتة الترند دي. تعالى اضرب. ركز معايا فين؟ اضرب. بص الرسمة. يا لهوي. شايف الكلام؟ هدي. شايف الكلام؟ افتح. شايف الكلام؟ اشرح. شايف الكلام؟ تعالى لي خش إيه على اللي بعده. شايف الكلام عامل ازاي؟ ايوه انا عايز اشوف الحته دي بعد اذنك. قال لك لما كنتش انت تدلعني. تعالى لي، مين هيدلعنا غير فيصل يا وحش؟ شايف الكلام عامل ازاي؟ يا لهوي. قال لك يا خرابي ايه؟ يا عرابي. يا خرابي يا عرابي. يا عرابي. سلم لي على عرابي معاك. لازم اسلم. ركز معايا فين؟ لازم. ركز معايا في الدلع والحلويات. الله يبارك لك يا وحش. بقول لك بكام؟ بص ال 100 بتعمل ايه؟ ال 100 بتعمل في فيصل. الله يبارك لك. ركز معايا، ده مش لغايه 150 كيلو. الله يبارك لك. 150 كيلو. الله يبارك لك يا وحش. ركز معايا، بقول لك لغايه 150 كيلو. حكايتك حكايه لحد 150 كيلو. بص بقول لك لغايه 150 كيلو. يا خرابي. بقول لك ترنج ثلاث قطع ب 100 جنيه. اشرح. قلب وجعني معاك. بعد اذنك افتح وشك. قلب وجعني معاك. علالي. قلب وجعني ايه؟ لازم. قلب وجعني معاك. ادي كيس. وادي التاني بالضرب. بقول لك ب 100 جنيه. 100. بقول لك ب 100 جنيه. تعالى لي. شايف بقى الرسمه عامله ازاي؟ دلع. ايه ده يا عم ده؟ بقول لك على 30 على طول يا وحش. شايف الدلع عامل ازاي؟ بقول لك بكام؟ يا لهوي. بقول لك ب 100. يا لهوي. ب 100. ب 100. ب 100. يا خرابه على ال 100. ب 100. بقول لك ب 100 جنيه. ب 100 ب 100 ب 100 ب 100 شغال. بص بقى الشورت بتاعك. يلا اللي. يا عم مصطفى. الاصفر ده بيضرب نار. الاصفر ده بيعمل ايه؟ يضرب نار. بيضرب نار. يا لهوي على الاصفر. ركز معايا في المقاس والحلويات دي. الله يبارك لك يا وحش. بص بقى اشكالك عامله ازاي؟ يا لهوي. بص اشكالك عامله ازاي؟ علالي. بص معايا، بص اشكالك عامله ازاي؟ علالي. شايف الدلع عامل ازاي؟ علالي. قال لك يا علالي اشرح. بعد اذنك افتح. دي من الاخر. لسه جابت لك ملخص. تريد اندر قلابه على طول. الوحش جاب لك ملخص ايه؟ علالي. المفيد. بص الحته عامله ازاي؟ دي دلع. افتحها بعد اذنك. حكايه. لازم تفتحها. ايوه. حكايه. انا كده بيرضيني لما بتفتح. تعالى لي. الكلام عامل ازاي؟ ايه يا عم ده؟ تعالى على الدلع. بص بقى معايا في الدلع ده. حكايات. ده ما ينفعش احطها. اشرح. ده انا اجيب كرسي بقى. ايوه. شايف الكلام عامل ازاي؟ تعالى لي. يا خرابي. ده انا عندي. ركز معايا في الحته الطرش المارش دي. طرش المارش. ركز معايا فين؟ في الحته دي. ايوه. عايزك تمسك الخامه بعد اذنك. الخامه بعد اذنك وتركز معايا. يلا يا وحش. بص بقى البنطلون عامل ازاي؟ يا لهوي. ايه يا عم ده؟ انا كش الشرطايه الرايقه دي بقول لك ب 100 جنيه. ب 100. بكام؟ ب 100 جنيه. 100. بص بقى الحته الرايقه دي. فرقه على طول. فرقه. فرقه يا طول يا وحش. اضرب. تعالى. تعالى. تعالى وركز معايا. تعالى لي. في الصوره الرايقه دي. ايوه. بص الصوره الرايقه دي عامله ازاي؟ ركز معايا. هو اللي قال بقى فرقه براحتك يا باشا. هو قال لك فرقه براحتك. هو قال لك ايه؟ ايوه. هو قال لك فرقه براحتك. لازم فرقه براحتك يا وحش. الحته الرايقه دي. تعالى لي. يا خرابي. شايف الحته المفتوحه من جنب من يا خرابي على الدلع يا عم مصطفى. ركز بقى في الحته المفتوحه من جنب. حكايتك حكايه. وحكايتك حكايه. الله يبارك لك يا وحش. بكام؟ تعالى لي. اللون الثاني. بكام دي بتاعتنا احنا بقى؟ خش. بكام؟ قول لك دلوقتي بكام وركز معايا. شايف اللون ده عامل ازاي؟ الطيب الحته الرايقه دي بكام؟ دي دلع دي. ب 60 جنيه. الله يبارك لك. بكام؟ ب 60. ب 60 جنيه. ده انت حكايتك حكايه. بقول لك بكام يا وحش؟ حكايتك حكايه. بقول لك ب 60 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. تعالى تعالى تعالى. بس شايف اللون؟ افتح. انت عايزك تشرح وتفتح كله بعد اذنك. يا نهار ابيض على الخامه يا احمد. ايوه. بص الخامة عاملة ازاي؟ والله خامتها حكاية بين عليها أصلا. بص الخامة عاملة ازاي؟ يا لهوي. شايف الحتة عاملة ازاي؟ شايف الدلع؟ ركز معايا في الخامة.
وركز معايا في الدلع. بقول لك بكام؟ بكام يا واحد؟ 85 جنيه. الله يبارك لك. 85 جنيه. بقول لك بكام يا واحد؟ 85 حكاية. 85. بص شايف الحتة دي؟ فرقة يا مصطفى. فرقة ايه يا عم؟ بص يا حبيبي. بص شايف الدلع ده. نشرح ونطرح يا وحش. شايف الدلع الكشاد عامل ازاي؟ الدلع ابو حزام. الله يبارك لك ابو حزام. إيه؟ ابو حزام. ابو حزام وركز معايا بكام؟ لازم يركز. 85 جنيه. 85. 85 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. بص الصوره عامله ازاي يا عم احمد؟ اديني خمسه لورا. بص شايف الكلام. ايوه. شايف الكلام بقول لك بكام؟ 85 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. بص السلام والكلام بقول لك بكام؟ 85 جنيه. الله يبارك لك. بقول لك بكام يا وحش؟ على الطبيعه يا وحش. على الطبيعه. 85 ب 85. 85 بقول لك بكام؟ 85 يا خرابي. الدلع ده يا عم احمد عامل ازاي؟ دي دلع دي يا مصطفى. دي دلع. دي دلع. ايه اللي انت عامله ده؟ الله يبارك لك. 85 جنيه. شغال. بكام؟ شغال. 85. اشرح. حرام دي تبقى ب 85 جنيه. تعالى لي. دي تبقى حرام ب 85 جنيه والله. الله يبارك لك يا وحش. ايه يا عم ده؟ بقول لك ب 85 جنيه. قال لك فين علي بشري للكلام ده؟ فيصل يا وحش. ايه يا عم شايف كفايه البنطلون بتاعه شكله عامل ازاي؟ الله يبارك لك. افتح ديك يا لهوي. ب 85 جنيه. ده التيشيرت لوحده ب 100. بقول لك ب 85 جنيه يا عم احمد. الله يبارك لك يا وحش. بكام؟ ب 85 جنيه. ده انت حكايتك حكايه. بص يا لهوي. بقول لك بكام؟ بص البنطلون. بقول لك ب 85 جنيه. الله يبارك لك. بكام؟ يا لهوي. 85 جنيه. 85 وحكايتك حكايه. بقول لك ب 85 جنيه. خش على اللي بعده. 85 يا عم احمد. علالي. 85 جنيه. 85. 85. 85. 85. 85. 85. خش على اللي بعده بعد اذنك. معلش ممكن افتح دي؟ ممكن افتح دي؟ فرقع يا عم مصطفى فرقع على طول. مش من حاجه. بص بقى التيشيرت. بص بنطلونك عامل ازاي؟ يا لهوي. انا بقى فاتح لك عشان ايه؟ عشان التيشيرت. شوف الخامه. بص. يا لهوي. بقول لك ب 85 جنيه. بقول لك هنا ساسكت قليلا. بقول لك ب 85 جنيه. 85. 85 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. شوف دي الكلام. تعالى بقى اعلى معاك سيكا. اعلى. 90 جنيه. الله يبارك لك. كام؟ 90. 90 جنيه. حكايتك حكايه. 90 جنيه. طب ما تفتح واحده بعد اذنك. يا عم عينيا. افتح واحده بعد اذنك. ايوه انا بحب دي. ايوه. ركز معايا. بقول لك بكام؟ 90 جنيه. 90 يا وحش. 90. بقول لك بكام؟ 90. 90 جنيه. 90. ركز معايا يا عم احمد في العيون دي. حكايه. ولا فيلي. بقول لك بكام؟ ب 90 جنيه. شايف يا عم احمد الكلام والجمال؟ بقول لك ب 90 جنيه. الله يبارك لك. بقول لك قصتك من عروسته وحكايتك حكايه. بقول لك حكايتك حكايه. شايف الدلع يا عم احمد؟ لافندر ولا لافندر. يلا شايف الدلع. الله يبارك لك. شايف الدلع. بقول لك بكام؟ يلا يا وحش خش عليا على طول. بقول لك ب 90 جنيه. حكايتك حكايه يا عم مصطفى. بقول لك ب 90 جنيه. بقول لك خامات وطنيات. دمر يا وحش دمر. بقول لك بكام؟ الله يبارك لك. بقول لك ب 90 جنيه. تعالى لي. بقول لك بكام يا عم احمد؟ يا لهوي. يا لهوي. 90 جنيه. 90 يا الدلع. 90. بقول لك ب 90. 90. 90. تعالى بقى اقول لك حاجه ب 100 جنيه بسرعه. يا خراب على الدلع. حته ب 100 بسرعه. حته ب 100. حته ب 100 بسرعه. حته ب 100. بقول لك ب 100 جنيه. يا لهوي. بكام؟ بص الخامه. بقول لك ب 100 جنيه. يا لهوي. ب 100 جنيه. ب 100 يا وحش. ب 100. جنيه. الله يبارك لك. بكام؟ ب 100. بقول لك ب 100 جنيه. يا لهوي على الدلع. بص الدلع ده بكام؟ يا لهوي على الدلع. ب 100 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. هو عايز يتفتح. والله عايز يتفتح. هو عايز ايه؟ هو اللون ده اصلا. معلش معلش. بقول لك دي بكام؟ قهوه علون دوه ب 100 جنيه يا عم. ب 100 يا عم مصطفى. بقول لك ب 100 جنيه. ده انت حكايتك حكايه النهارده يا وحش. ب 100 جنيه. 125. الله يبارك لك. 125. 125. 125. ايه يا افتح واحده بعد اذنك. عايزه دي؟ انا واحده دي؟ ايوه تعالى والله. بص على الرسمه والصوره وركز معايا بقى. شايف الكلام؟ خش بقى على ايه؟ تعالى لي. البنطلون الرايق. تعالى لي. شايف البنطلون الرايق عامل ازاي؟ بص الحكايه. وركز معايا. يا لهوي. ركز معايا في بقى البلوزه. أيوة. من فوق. ايوه. شايف بقى الخامه يا عم احمد عامله ازاي؟ يا لهوي على الدلع. ركز ايه على الخامه؟ الله يبارك لك يا عم مصطفى. ركز معايا كده الدنيا. الله يبارك لك. تعالى لي. وركز معايا في الجمال. يا لهوي على الخامه. دي كباسين يا عم احمد. ايوه. بقى زراير. زراير. ايوه يا عم مصطفى شغال. كده اول زرار. يلا يا وحش. خش كده. تعال تعال وركز معايا.
هو يا عم احمد شوف الحته الروقان يا لهوي ولك ب 125 جنيه الله يبارك لك يا وحش 125 الله يبارك لك 125 الله يبارك لك تعال بقى ايه تعال لي يلا نختم بقول خطفت قلبك انا اللي بيخطف قلبك بعرفه والله ارجع ورا كده سيكا ايوه اشرح بقى انا هناوي طب دي اشرحها بالانجليزي ولا فرنساوي ايوه ولا عربي انت راجل مهندس والله اشرح ايش يا عزام انت عايز الله يبارك لك الماني خش عليا يا عم مصطفى يلا يا لهوي شايف الكلام عامل ازاي شايف الكلام عامل ازاي يا عم احمد ايه يا عم ده بقول لك فتحه من على جنب من تحت ايه يا عم ده ايه ده اللي عاملينه ده ايه ده يا وحش 75 جنيه الله يبارك لك 75 يا لهوي يا لهوي خش على طول عليهم هم اللي سوحوا هم اللي قالوا خش يا ولد 150 جنيه بس اعمل في دماغي ب 110 حكايتك حكايه ركز معايا ايوه كده بقول لك ب 150 جنيه بقول لك معلش ب 100 هتحايل عليك يا لهوي بقول لك بكام ب 110 بس على طول يا وحش شغال خش بقى في الحته ضرب من النار دي طرش بقول لك نص ونص طرش المرش حكايه حكايه انت عامله ازاي يا لهوي ايه يا عم ده ايه ده بقول لك بكام كام يا وحش بقول لك ب 150 ب 110 بدل 150 جنيه وحكايتك حكايه 150 جنيه الله يبارك لك ب 110 الله يبارك لك بقول لك ايه هيختم بدي يلا الحته دي اسمها ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني فيصل يا وحش تعالى لي شايف البنطلون عامل ازاي ايوه ركز معايا كده فيه ده البنطلون تيشيرت على مفاجاه ده التيشيرت يا لهو على التيشيرت ايه رايك في الحته دي التيشيرت ده حلو قوي ايه رايك في الحته دي حلو قوي يا وحش تعالى لي ركز معايا بقى فيه ايوه البنطلون تعالى لي ركز معايا فيه يلا يا وحش شغال على طول الله يبارك لك عرض واحد لكل واحد لكل واحد عرضين لكل واحد لكل اثنين 70 جنيه بكم؟ 70 جنيه الله يبارك لك بكام؟ ب 70 جنيه الله يبارك لك عرضين لكل واحد الله يبارك لك عرضين لكل واحد ب 70 جنيه الله يبارك لك يا وحش هي واحده يا عم مصطفى بقول لك ايه يا عم احمد تعالى لي يا عم مصطفى اضرب بقول لك عرضين لكل واحد اضرب اضرب عرضين لكل واحد ايوه ب 70 جنيه 70 بص الدلع والله دي رايقه دي رايقه دي 70 جنيه تعالى لي 70 جنيه اضرب ايوه اضرب عشان اتوب خش بقول لك بكام؟ ب 70 جنيه 70 حكايه قطعه ثانيه بعد اذنك واشرح واطرح بقول لك بكام يا عم احمد؟ بقول لك ب 70 جنيه 70 يا وحش 70 70 بقول لك بحر مفاجات كميات الكميات يا وحش الله يبارك لك بص الحته دي هاتها هاتها واضربها يلا اضرب انت يرضيكم اني ما افتحش دي؟ لا يا وحش اسمع واحده يلا شايف ايوه فرقعتش تعالى لي ركز معايا بقى لهوي يا عم مصطفى الحته دي عامله ازاي دلع دلع يا عم مصطفى دلع حكايتك حكايه وروايه ركز معايا فين تعالى لي التيشيرتات الرايقه دي شايف الكلام تعالى لي شايف الكلام تعالى لي شايف الكلام تعالى لي ب 100 جنيه ب 100 100 ب 100 ب 100 100 تعالى لي 100 ما مقاساتهم ايه يا عم مصطفى المقاسات بتاعتهم بص بقى اشكالك شايف اليونيكورن اللي عامل ازاي وان سايز وان سايز لحد 85 كيلو تمام ايوه خش خش بيع على طول يا وحش خش بص الحته دي عايزك تركز ايه على الحته الرايقه دي حلوه ده يا مصطفى الله يبارك لك يا وحش الحته الرايقه دي الله يبارك لك بص بنطلونه الرايق ده تعالى لي بص الدلع بقول لك ب 100 جنيه الله يبارك لك يا وحش ب 100 يا عم مصطفى شغال شغال يا وحش شغال ب 100 يبقى عنواننا فين 53 شارع ال 30 تقاطع ال 20 فيصل تعالى بقى اديك بقى نبذه صغيره عبيات تعالى لي هديك نبذه صغيره ايه عبيات عبيات خش على طول يلا نسافر خش يلا تعالى نسافر تعالى عايزين نسافر بعد اذنكم تعالى تعالى جاي لك يا وحش جاي لك يا وحش جاي لك تعالى بقى نطلع منين منين نطلع من الكلام ده تعالى لي وركز معايا يا عم احمد يلا يا وحش كده معلش ارجع لازم حاجه خطفتك تعالى لي تعالى لي بقول لك جايب لك كاجوال اللي انت عايزه ونبره للصاروخ الله يبارك لك جايب لك رجال ابتداء من 180 جنيه لغايه 300 جنيه الله يبارك لك يا وحش وادي الرجال من 200 ل 300 جنيه هياكلوا بعض على حكايتك حكايه خش على اللي بعده خلينا نطلع معاك تيشيرتاتك موجود ايوه معاك ملابس خروج موجوده اطفالي كاجوال موجود الله يبارك لك انت عايزه موجود يلا يا وحش يلا يا عرابي يا عرابي يا عرابي تعالى لي خلي بقى كده في شويه هنا حبان ان شاء
شويه دلع شويه دلع والله شوية يا عم شويه دلع وحكايات ورواياتي يا عم مصطفى شويه دلع بص الحكايات جايب لك الترق بص ده تعالي الداخلي اطفالي تعالي تعالي الداخلي الايه الاطفالي ركز معايا يا وحش يا لهوي شايف الدلع عامل ازاي تعالي بص دلع شايف بص الدلع شايف الدلع بص الدلع شايف الدلع عامل ازاي بقول لك ب 75 خامتهم تحفه يا مصطفى يا لهوي يا لهوي ما فيش الاسعار دي دلوقتي الله يبارك لك بقول لك ب 75 75 والرجال بكام تعالى الرجال ب 100 جنيه ب 100 الرجال بكام الله يبارك بقول لك الرجال الداخلي بيقول لك الرجال ب 100 يا وحش حكايتك حكايه رن وبوكسر وحكايتك حكايه بقول لك بكام بقول لك ب 100 جنيه تليفوني فصل الله يبارك لك عايز بقى يا عم احمد اوريك نبذه اطفالي اطفالي يا لهوي ياما علالي يا لهوي ياما ركز معايا يا عم احمد فين تعالالي يا وحش حتة الكاجوال دي ايوه مكتوب عليه لغايه مقاس كام 16 هوريك بقى مقاس 16 هيلبسني ولا لا تعالالي شوف نشوف يا وحش واشرح واطرح ايه ده بس عشان ايه تكون طولك كده واقف معاك بص بقى البنطلون عامل ازاي ايوه والله العظيم ايه ده يا مصطفى بص البنطلون يا جماعه 16 عايزك بقى تبص على التيشيرتات الرايقه والله حكايه والله حكايتها حكايه انا اشتري التيشيرت ده ب 300 جنيه عشان يعني اشتري الطقم كله عشان اخد التيشيرت بس والله ايوه والله 300 جنيه 300 300 جنيه 300 كفايه بص يا عم احمد اقرب معايا الخامه لازم بص الخامه عامله ازاي حكايتك حكايه يبقى دي الشكل بص بقى الشكل التاني ده عامل ازاي علالي يا وحش ده الايه ده الاسود ده حكايته ده حكايه ده طلع 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 شايف. عايزك تبص على ايه عايزك تبص على البنطلون عامل ازاي تمام وعايزك بقى تتفرج على التيشيرتايه عامله ازاي شايف الجمال قال لك الجمال عدى الكلام والله عدى الكلام يا وحش عدى الكلام فاخر من الاخر تعالى لي بص بقى الحته دي ايه يا عم بقول لك ب 150 جنيه المايو الله يبارك لك المايو ب 150 جنيه بص الحته زي كده ب 110 بكام؟ ب 110 خش بقى حته محيراتي على الرايق ب 95 جنيه الله يبارك لك بقول لك بكام ب 95 جنيه خش على طول على ركز معايا في الحته الرايق دي ب 80 جنيه الله يبارك لك يا وحش بقول لك الشغل الدلع ده بكام؟ بكام؟ 80 جنيه 80 80 معاك بقى شورت وتيشيرت ايوه اشكال ديزني بكام؟ كام يا وحش؟ ب 100 جنيه 100 ب 100 جنيه بيقول لك ب 100 خش بقى الحته الرايقه دي بكام؟ حته رايقه 110 110 110 110 لما تيجي طب نخش الدلع ده خش يا وحش يلا تعالى انا اطلع لك تعالى لي تعالى عندك التشكيل كامل كله متكامل يا وحش مايوهات وحكايتك حكايه يلا يا عم مصطفى بقول لك ايه يا عم احمد تعالى لي تعالى كده اوريك شويه شغل على هادي يعني حاجه في البيت زي كده اسمها ايه اسمها على هادي على الهادي شايف الدلع على هادي عامل ازاي تعالى لي يا وحش شغل على هادي عامل ازاي ايه ده يا عم ده شايف الشغل الرواني الكاجوال بص الدلع قال لك الحته دي اسمها ايه اسمها عرابي يا خرابي يا عرابي تعالى لي حاجه اسمها خرابي يا عرابي يلا يا وحش يلا كده بص ايه ده يا عم احمد ده شويه على هادي يلا يا عم مصطفى شايف الشغل ده اسمها ايه شويه على هادي شويه على هادي 95 جنيه معلش يا عم يلا يا وحش خش بقول لك بكام ب 95 جنيه خش على طول على اللي بعده تعالى كده امشي معاك باكيه ثانيه بص الحته الرايقه دي كده الراجل بيشرح لك كل ايه بص الحته دي يا طفولي عامله ازاي الكاجوال يا لهوي يا لهوي يا عرابي على لي الحته الكاجوال عامله ازاي الله يبارك لك ايه يا عم ده دمر يا وحش على طول بص الدلع ركز معايا يا عم احمد ركز علالي. ركز الله يبارك لك يا وحش شايف الحته الدلع عامله ازاي يا خرابي ولا بص الحته دي عامله ازاي بص الدلع الحته دي بتخطف تخطف شايف الحته دي بتعمل ايه تخطف يا وحش الحته دي بتخطف ركز معايا في اللي جاي تعالى لي خش على اللي جاي تشكيلك كده عامل ازاي تشكيلك كامل متكامل يا وحش بقول لك تشكيلك كده كامل متكامل في فرع فيصل يا وحش زي ما انت تشكيلك كامل متكامل تعالى بقى فين تعالى لي حته كده مواليد زياده الريق ايوه شايف الدلع شايف الروقان 95 جنيه 95 تعالى بقى انا افرجك حته دلع ازاي حكايه الحكايه دي بص بقى بنطلونه من جوه شايف الدلع عامل ازاي تعالى لي الدلع عامل ازاي تعالى لي ركز معايا يا عم احمد الله يبارك لك ركز ايه تعالى لي ركز معايا ب 95 جنيه مخدودين ليه 95 95 خش يا وحش خش خش يا وحش خش على طول الوانك وتشكيلك ب 95 وحركات وتكات يا وحش تعالى لي يلا يا وحش تعالى 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 لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى عشان ده وحشني ده تعالى تعالى خش على طول عايزك بقى تركز معايا في التشكيله دي جايب لك تشكيل عبايات كامل متكامل في فرع فيصل عايزك تركز معايا في التشكيله دي بعد اذنك يلا يا وحش جايب لك ايه جايب لك الخروف اقعد ساكت
جايب لك ايه؟ جايب لك تشكيل على ادي. تعالى جايب لك تشكيل على ادي ولسه جديد. لسه جديد. جايب لك تشكيل لسه، بقول لك يا رب كرمني. الله يبارك لك. شايف الكلام عامل ازاي؟ بص الدلع. شايف الكلام عامل ازاي؟ بص الدلع يا وحش. شايف الكلام عامل ازاي؟ يا لهوي. الكلام ده بيخطف بجد. الكلام ده عامل الكلام ده بيعمل ايه؟ الله يبارك لك. الكلام ده بيخطف والله. عايز ايه؟ تعالى لي. بص الدلع. شايف شايف اللي عامل ازاي؟ ايه يا عم احمد ده؟ ايه ده؟ بقول لك تشكيل فاخر من الاخر، بقول لك ب 400 جنيه 400 400 جنيه 400 بقول لك 400 جنيه ايه؟ 400 بكام؟ ب 400 جنيه. بص بقى الشكل الثاني عامل ازاي؟ هات الشكل الثاني والثالث والرابع بعد اذنك. ايه يا عم احمد ده؟ بقول لك 400 جنيه. الله يبارك لك. بلاستيك طبعا. ايوه. شغل دلع عامل ازاي؟ شغل دلع حلو قوي طبعا قوي. لازم بقول لك خامتها حكايه. خامه لازم يا وحش. لازم بقول لك بكام يا وحش؟ بكام يا وحش؟ بقول لك ب 400 جنيه 400. عنده زينا يعمل ايه؟ الله يبارك لك. تعالى بقى ركز معايا في الحته دي. يا لهوي. شايف الحته عامله ازاي؟ بقول لك ب 390 جنيه. كم؟ 390 جنيه. 390. انا ممكن اقول لك عادي ب 400 جنيه. بس بقول لك المصداقيه سر النجاح بكام؟ 390. الله يبارك لك يا وحش. خش يا وحش على الموديل اللي بعده. خش على اللي بعده على طول. خش على اللي بعده. تعالى لي. عايزك بقى تركز معايا في حته زي كده خليك. ايوه. قال لك هتيجي عشان هتلبس خليجي. لازم تلبس خليجي. بقول لك ب 400 جنيه. ب 400 جنيه. الله يبارك لك. كم يا عم؟ ب 400 يا وحش. ب 400 تعالى في حته زي كده على الريق. حته دلع. بص الدلع عامل ازاي؟ تعالى لي. شايف حته ممنوعات عامله كده ازاي؟ الله يبارك لك يا وحش. انت حكايتك حكايه. حكايتك حكايه وروايه. بص الحته دي عامله ازاي؟ يا خراب على الدلع. ايه يا عم ده؟ بص الدلع. الشغل لسه جاي. الشغل لسه ايه؟ يابا الشغل لسه إيه ده؟ جاي. ايه ده؟ ايه ده؟ شايف الشغل لسه جاي ازاي؟ اشرح. ايوه. شايف الشغل لسه جاي ازاي؟ شايف؟ بص الدلع. عايزك تركز معايا في حته دلع زي كده. الله يبارك لك يا وحش. حته كلاسيك على هادي كده بتتريق. حته كلاسيك يا وحش. تعالى ركز معايا في الكلاسيك. الله يبارك لك. خش على طول على اللي بعده يا مصطفى. خش على طول على اللي بعده. ركز معايا بعد تعالى اذنك. عندك تشكيل عبايات كامل متكامل يا وحش في فرع فيصل. عايزك تركز معايا. ايوه تعالى لي. حته زي كده. الله يبارك لك يا وحش. حته زي كده. عايزك تركز معايا في حته دلع. دلع في فرع فيصل يا وحش على طول. يلا يا وحش اعلى. خش عليا على طول باللي بعده بعد اذنك. تعالى يا وحش. ممنوعات يا وحش. ممنوعات في فرع فيصل. لا انا امسك كده عشان امسك دي. تعالالي. شايف دي؟ تعالالي. يا لهوي. الحته دي بمليون جنيه. ايه ده؟ الحته دي بمليون جنيه والله. لهوي يا لهوي. شوف الحته عامله ازاي؟ دي بتطير. الحته دي بمليون جنيه. بتطير. الحته دي بمليون جنيه بجد. انا علقها كده اهو. بص الحته دي عامله ازاي؟ بص الدلع. الحته دي بمليون جنيه بجد. الله يبارك لك يا وحش. بص شايف من جوه يا عم احمد؟ تفتح كده كباسيلك. شايف؟ تفتح كباسيلك على هادي. تفتح كباسينك على ايه؟ يا خرابي. على ايه؟ بص كده التلبيسه من جوه عامله ازاي؟ يا خرابي. عايزك تبص على التلبيسه. بص الدلع دي. دلع دي. اقسم بالله ممنوعات. الله يبارك والله لك. والله ممنوعات. تعالى لي يا وحش. تعالى لي. بكام يا وحش؟ ايه يا عم ده؟ دمر يا وحش دمر. ده انا ادمر لك وعمر لك واقول لك كل حاجه. الله يبارك لك يا وحش. من 1200 جنيه ب 850 جنيه عرض واحد لكل واحد. الله يبارك لك. 850 جنيه وعرض واحد لكل واحد. عرض واحد لكل واحد. يا نهار ابيض. ايه بص شوف الشغل الكيس عامل ازاي. بص الشغل لسه جديد يا عم احمد. الشغل كله سريات لسه جاي. تعالى لي يا وحش. الشغل كله سريات لسه الله يبارك لك يا وحش. شايف الكلام عامل ازاي؟ بص الدلع. قال لك الكلام عدى الدلال والله. عدى الكلام. تعالى لي. شايف الجمال؟ يا لهوي. ايه يا عم ده؟ الله يبارك لك يا وحش. الراجل اللي هو عامله ده يطلع منك كل ده في ورع فيسك جايب لك مفاجآت. الله يبارك لك. شايف الجمال؟ جايب لك مفاجآت وعروض وبتاع. ايه ده؟ ايوه هات افتح. بص المقاس. بص المقاس. بص الحزام عامل ازاي؟ ركز معايا في حته ترند زي كده. شايف الجمال هياخد منك حاضر. ركز معايا في الحته دي. تعالى شغل لسه جديد. بص يا نهار ابيض. شايف الحته دي؟ بص الدلع. شايف الحته دي؟ بص الدلع. بقول لك 370 جنيه 370 300 وكام؟ 370 370 جنيه. الله يبارك لك. لغايه كام يا عم احمد؟ لحد كام؟ لغايه 6 اكس. بقول لك ب 370 جنيه. يلا يا وحش. خش بقى الحته الترند دي. خش على طول على الجلاوه على الترند. شايف الحته دي؟ بص دي. قال لك لازم تيجي عشان تلبس خليجي. خليجي يا وحش. تلبس خليجي. الله يبارك لك. قال لك يا خرابي ايه يا عرابة على طول. خش عليا على طول. ايه يا عم ده؟ يلا يا وحش خش. ايه ده؟ ايه ده؟ شوف الحته بريزاتش دي عامله ازاي. يا لهوي. شوف الحته بريزاتش دي عامله ازاي. ايه يا عم ده؟ بص اللون ده عامل ازاي يا عم احمد؟ ده انت حكايتك حكايه والله. حكايتك حكايه وروايه. بص, بص اللون ده. اللون ده بتاع عرايس يا وحش. اللون ده بتاع عرايس. تعالى لي. اللون ده بتاع ايه؟ عرايس. يعني متجوزه ليك السنتين اللي بيستبت العروسه. الله يبارك لك. ركز معايا. تعالى لي. شايف الحته الدلع دي؟ الله يبارك لك. شايف الحته الفيونكه الرايقه دي؟ يا لهوي. بص هو ايه؟ هو جايب لك رسمه عروسه. هو جايب لك رسمه ايه؟ دلع. شايف لغايه كام؟ دلع 4 اكس. لحد 4 اكس. شايف البنات؟ والله العظيم رجاله مش بنات. اه والله. ركز معايا بقى فين؟
شاف الدلع ده بقول لك ب 350 جنيه 350 350 جنيه يلا يا وحش شاف الدلع ده بكام بكام يا وحش 350 جنيه دمر الشو ده لسه لوكس جاي حالا لسه حكايه جاي من ايه من الصاروخ على طول لسه جاي طازه الله يبارك لك ركز معايا في الحته دي ايه يا عم ده بقول لك ب 640 جنيه 640 640 640 يا لهوي 640 يا لهوي عجبك اقول لك يا خرابي يا عرابي يا عرابي بص الحته تقيله قوي دي يا لهوي شايف الحته الرايقه بص الرايق شايف الحته الرايقه روقان يا وحش روقان شايف الحته الرايقه عامله ازاي طيب بارك لك تعالى لي ايه يا عم ده قال لك ايه الراجل اللي عامله ده ايه اللي يطلع منك كل ده وعيب عليك في اللي جاي بقول لك بكام اضرب 620 جنيه 620 620 يلا يا وحش اللي بعده على طول شيل على طول عندك تشكيل كامل متكامل من العبايات يا وحش في فرع فيصل يا لهوي بقول لك في فرع فيصل عن العظمه كلها في فرع فيصل يا وحش شايف الدلع دلع شايف الدلع دلع دلع على طول والله العظيم ممنوعات الله يبارك لك ركز معايا بقول لك ممنوعات يا وحش في فرع فيصل ركز معايا وش على طول بقول لك الدلع ده بكام تعالى لي لو قلت لك ب 500 جنيه تيجي تنزل تاخده الله يبارك لك بقول لك ب 250 جنيه فيصل بيبيع ب 250 وحكايتك حكايه بقول لك ب 250 اقسم بالله العظيم تحفه دلع والمصحف تاني تحفه خش يا وحش باللي بعده بعد اذنك بقول لك بكام يا عم احمد بص 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 الدلع بقول لك بكام ب 250 وحكايتك حكايه بقول لك بكام سكه دي بقول لك بكام ب 250 يا وحش شغال يا عم احمد ده يا لهوي شوف الحته دي على طرحه بيضه كوتش ابيض ايوه يا نهار ابيض يا خرابي اقطع بسرعه يا خرابي شايف الكلام شايف اليدات عامله زي الشغل المستورد الشغل المستورد شغال عادي يلا يا وحش شغال على طول تعالى لي بكام 250 جنيه 250 بص موديلاتك عامله ازاي بص يا عم مصطفى الالوان انجز معاك على طول تعالى لي انجز معاك على طول جايب لك تشكيله من الابره للصرف بص الحته دي هاتها دي بص دي ده اسمه كلام تعالى لي فرع فيصل على طول تاخد كل جديد في جيبي يا عم مصطفى 53 شارع انت قطع ال 20 فرع فيصل جايب لك كل التفرق كل المفاجات مش قادر اخد نفسي انتظر اللايف اللي جاي حكايتك حكايه كو